حياكم الله. وأدري لايف استثنائي ومفاجئ كان صراحة. طرع على بالي موضوع حلو وحبيت أشارككم فيه. الواحد ما يضمن عمره يلحق على لايف لاي ولا لا ولا لا، خصوصا أن احتمال الأسبوع الجاي ما يكون عندنا لايف يوم الأحد، لأن عندي دورة السبت، دورة تطمن رقم 18 وهي الأخيرة اللي أقدمها عن طريق يعني الأونلاين. يعني قلت احتياطا نسبق بلايف، واللايف سريع وخفيف ان شاء الله ما اطول عليكم. الفكره منه ان في عندي طارت على بالي قاعد اكتب وابحث في شغلات. في اعمال لما نسمعها اجرها ضخم، اجرها كبير. طيب ليش بعضنا ما يسويها؟ نستثقل العمل. لما نسمع النص النبوي او الايه القرانيه الحديث في فضل هذا العمل، من فعل كذا فله كذا، والله من اللي يسوي كذي، الله يوفقه يا بخت، يعني كذي، فنستثقل الموضوع. فحبيت انه باللايف هذا اعطيكم يعني الطرق شلون تطبق هذا العمل باسهل درب، اما اني اقترح لك اقتراح او اني اوضح لك الموضوع ببساطه. ترى مو مثل ما انت تتخيل، شوفه من طريقه ثانيه وزاويه ثانيه راح تشوف انه بسيط، يعني راح اسهل لك اياه حتى احيانا نفسيا، يعني ما راح اعطيك شيء عملي، لا ماكو شيء، بس نفسيا راح تستسهل الموضوع لما اعطيك المعلومه عنه او الشيء، يعني الطريقه اللي ممكن تشوفها فيه. زين خلينا نبدي. هم 12 عمل بصراحه، 12 طريقه. العمل الاول، وهذا دائما انا يعني تكلمت فيه وايد وفيديوهات قديمه بس احب اكرره لانه يعني وايد اجره كبير. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قام بعشر ايات، اللي يصلي قيام ليل يقرا 10 ايات بس، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. أنت متخيل هذا الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقانتين والقانتات، وعن مريم كانت من القانتين. شلون أنت تكون من القانتين؟ تقوم الليل بمئة آية، هذا هو إيش زي مئة آية؟ والله وايد. لا أنا الطريقة اللي يعني أقولها، طبعا هي أكثر من تتجمع لك صور مجموعة مئة آية توصل لها. الصور اللي أنا دائما أقولها عشان لأن أغلب حافظها وسهلة، صورة عمّ يتساءلون النبأ، وصورة النازعات اللي وراها على طول، واللي وراها الثالثة عبسة، مجموعهم 120 آية تقريبا، يعني أنت متجاوز ال 100 آية. كلهم على بعضهم الثلاث ترى أربع صفحات بالقرآن، أربع أوجه بس. أربع أوجه. يعني لو تصلي قيام ليل ورا العشاء قبل تنام آخر ليل كيفك. تفتح المصحف قدامك إذا مو حافظهم وتقرأ كل واحدة، مثلا كل وجه ركعة، أربع ركعات أنت خالص 100 آية وزود، وتكتب عند الله بإذن الله تبارك وتعالى من القانتين. هذا العمل الأول، لا تسأل وتسوي مرة. أعرف واحد بالإمارات من 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 آل مكتوم، أسأل الله يحفظهم، دعاني مرة جزاه الله خير، كان عندي محاضرات ودعاني على مثل يعني غبقة احنا نسميها، فقال لي هو نفسه الشيخ هذا، قال لي: أنا ما سمعت منك الفيديو هذا قبل سنوات وما تركت الموضوع، ما سمعت منك كل ليلة. قلت له: والله انا ما اسوي كذي، انا مو كل ليله اقوم كذي، فعسى ربي يكتب اجر. الموضوع لما الواحد يتعود عليه ترى مو صعب، انك تقرا انت صفحه واحده وجه مصحف مفتوح بالصلاه القيام. الامر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عن قراءه القران، قال: اقراه في شهر. كان يقرا كل يوم يختم، قال: لا تفعل وايد كل يوم، قال: اقراه في شهر. فاحنا اقل الختمه عندنا شهر، في روايه 40 يوم، خلنا على الشهر. اني انا اختم القران في شهر، طبعا بعض الناس يقول: والله ختمه في شهر برمضان. لا، احنا نبي يصير كل شهر ختمه، ماشي نتعود عليه، صعبه وين تخيل اللي زين. خلينا نسهل الموضوع، عشان انت تقرا شهر تختم تحتاج تقرا كل يوم، تقرا جزء، الجزء ياخذ منك عمليا 20 دقيقه. 20 دقيقه ما تطلع لك باليوم صعبه، مو لازم حتى متصله، 5 دقائق 10 دقائق كيفك، تليفون بيدك، المصحف موجود فيه، متى ما شوي بس افتح الابلكيشن مال المصحف القران، اقرأك صفحتين ثلاث، وقفتني سكرة او ادخل في ما ادري وين تبدش مرة، يعني 20 دقيقة يجمع لك اياها من اليوم كله، ممكن قبل ما تنام، لان البعض شنو اللي يثقل على الواحد؟ فتحت المصحف وانا مو على وضوء اروح اتوضا، خلاص ان شاء الله باكر يتكسل. الايفون ما يحتاج على وضوء، افتح على طول اقرأك صفحة صفحتين وروح، راح تخلص الجزء بسهولة. ال 20 دقيقة سهل انها تطلع باليوم، طبعا يعني 20 دقيقه على القران شويه، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، احنا نقول على الاقل ان الواحد يعطيها ال 20 دقيقه ثلث ساعه عشان يختم ان شاء الله ختمه كل شهر. ثلاثه،
من الأدعية والأذكار العظيمة اللي لها أجر كبير اللي هو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم وفي الليلة 100 مرة، كان كمن اعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان في حرز من الشيطان، يعني أجر كبير. لكن احنا نقول والله 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وايد، احنا نقول عمليا ياخذ له 10 دقائق بس. 10 دقائق بتقول لي ما عندي 10 دقائق؟ لا، لك انت المستفيد من الاجر اللي فيه. دبرك 10 دقائق صبح و10 دقائق بالليل، يعني بعد الفجر بعد العصر، وقول هذا الذكر وشوف اجره. طبعا وين شو ممكن اقول، ترى الموضوع مو لازم تكون قاعد مكانك، يعني ان شاء الله بالسياره عندك مشوار، مرات نايم على فراشك، مرات قاعد بالصاله ولا عادي، المهم انك انت تقول هذا الذكر 10 دقائق راح تخلصه وتاخذ الاجر الكبير. 4 كفاله يتيم، هذا الموضوع سهل، لكن انا اقول حق يمكن بعض اخواننا اخواتنا الموظفين الجدد، في عاده طيبه عند اهل الكويت وانا اعرف وايد ناس بالطريقه، عشان شي قاعد اقول عنها عاده، شباب وبنات اول ما يتوظف اول شيء يسويه يروح حق لجنه استقطاع كفاله يتيم على طول، 10 دنانير 15 دينار 20 دينار اللي هي بهال 20 دينار انت شهريا ما راح تنقص منك شيء، انت اسمك كافل يتيم، اسمك مع النبي عليه الصلاه والسلام كهاتين في الجنه باذن الله. فاستقطع من راتبك عند اي لجنه تقدر بالقيمه اللي يعني تشوفها مناسبه لك، 10 دنانير 15 20 اللي هو، وانت اسمك يكون ان شاء الله انك كافل يتيم. قرات كتاب، وهذه ازمه وايد من الناس، مو قادر اقرا كتاب، شي خلص هالكتاب. ما احنا ما نتكلم عن ان شلون انت تحبب القراءه لقلبك ولنفسك، ان شاء الله يا رب يكون لنا موضوع في هذا. لكن مبدئيا اذا قدرت تلتزم كل يوم 10 دقائق او حتى 5 دقائق قراءه استمر عليها، كم صفحه تخلص مو مشكلتي هذه، المهم تلتزم كل يوم 5 دقائق، لا تطوف ال 5 دقائق، حتى لو دايق بنام افتح 5 دقائق اقرا الكتاب، اقرا والتزم بهال 5 دقائق، الى مدى بعيد راح تتعود على القراءه، راح تشوف نفسك خلصت كتب. وابدا بالكتب السهله اللي انت تحبها، الفنون والانواع اللي انت تميل لها اكثر، كانت قصص كانت شرعيه تربويه اللي هو شيء انت تحبه بلش فيه، التزم 5 دقائق وراح تشوف نفسك وذكرك، ويا ربي بعدكم راح يدز لي يقول والله استمريت والحمد لله فعلا حققت شيء وايد. لان في ناس سووا كذي، احنا لما بدينا كذي والحمد لله الحين صار قرب بالنسبه لنا شيء سهل وعاده جميله. 6 حاول يكون لك كل يوم مجلس ذكر، تقعد تفضل مجالس الذكر كبير، يكفي ان الله يذكرك في من عنده، قوموا مغفورا لكم وشيء وايد. الحين وين تباعد مجلس الذكر؟ ترى سهل، يوميا مثلا 10 دقائق يوتيوب محاضره ولا درس او لايف تعرفه في ذكر الله سبحانه وتعالى تحضره 10 دقائق، لا تكثر على نفسك. ترى كل اللي قاعدين نقوله 10 دقائق مني، ربع ساعه مني، 5 دقائق مني، بس شوف الحصيله اللي تحصلها من العلم، من الاجر، من المعرفه، من الثقافه، من الذكر، اشياء وايد، وهي كلها ترتب اوقاتك، بس تخطف لك الدقائق هذه وشوف الانجاز اللي راح تحققه. فكل يوم تحط لك مثلا سلسله في بعض الكتب المقروءه، تكون كتب شرعيه مقروءه حلوه مسموعه تقدر انت تسمعها وفي الدرب وانت تتمرن وانت تمشي في الممشى، هالفتره هذه انت تكون في مجلس ذكر وتحصل اجر ان شاء الله اللي